مساء الخير لك ولمشاهدينا الكرام. أولا، إيران هي لديها مشكلة داخلية عليها أن تحل هذه المشكلة الداخلية قبل أن تحل مشكلتها مع الدول الأوروبية وخاصة المواقع على الاتفاقية النووية. كما أشرت في تقريركم أن البرلمان الإيراني أصدر قرارا بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وأيضا إعطاء مهلة أيضا للوكالة الدولية في حال لم يتحقق بيع النفط الإيراني خلال مدة 3 شهور، سوف توقف إيران العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا ما عقد الأمر داخل الحكومة الإيرانية في الداخل قبل أن يكون هنالك التعقيد ما بين إيران والدول الأوروبية. لذلك لا أجد بأنه إيران تستطيع الالتزام بالمطالب التي تغلق الدول الأوروبية قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مثل استمرار إيران بتخصيب اليورانيوم وهو تجاوز أكثر من 12 مرة من النسبة المحددة بالنسبة لإيران. إيران سوف لن توقف هذا العمل. أيضا موضوع إنشاء أجهزة الطرد المركزي أضاف إلى نطنز، الآن هنالك برنامج لإيران نصب هذه الأجهزة في فوردو، وكل هذه الأمور هي تخرق روح الاتفاقية النووية، إضافة إلى أنه في حال بالفعل خلال 3 شهور إيران زادت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%، وأعتقد أن هذا متوقع، لأن طيب لماذا هي متمسكة بموقفها المتعنت دوما؟ هي علما أنها تعلم أن هذا الأمر قد يعرض أو يضع علاقتها مع أمريكا حتى وحتى على الدول الموقعة على الاتفاق النووي على المحك يعني. نعم، المشكلة الأساسية أنه النظام الإيراني هو يعرف نفسه تماما، أصبح محاصرا من المجتمع الدولي، وفي آن واحد إيران لديها مطامع توسعية وخاصة بعد سيطرتها على العواصم العربية الأربعة، تعتبر إيران وكأن هذه العواصم أصبحت جزءا لا يتجزأ من سلطة ولي الفقيه. لذلك هم لا يجدون هنالك أي وسيلة لضمان أن تكون هذه العواصم تحت سيطرة إيران ما لم تمتلك إيران قدرة نووية لتكون رادع أمام المطامع الإيرانية. لذلك إيران هي بالفعل نواياها غير سلمية، وهي تصر بالفعل على موضوع التطوير والوصول إلى القنبلة الذرية، وهذا هو الهدف النهائي لإيران. لذلك إيران جازفت كل هذه العقوبات بسبب هذا الطموح، وإلا لماذا كل هذه العشرات من المليارات تبذر على فقط من طيب أجل أستاذ وجدان، يعني أنت تطرقت بالحديث حول منشأة نطنز النووية، الأعمال الجارية هناك في المنشأة تدل على أن إيران فعلا ليست ملتزمة بالاتفاق النووي، ما مدى تأثير هذه الأعمال التي تقوم بها إيران على علاقتها مع أمريكا التي يمكن يعني هناك احتمالية لعودة الولايات المتحدة للعمل بالاتفاق النووي؟ هذا الأمر ليس يؤثر على العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فحسب أو حتى مع الدول الأوروبية، وإنما يؤثر حتى على روسيا والصين الحليفان بالنسبة لإيران، لأن روسيا والصين أيضا لا تريد أن تمتلك إيران أو أن تصل إيران إلى القنبلة الذرية، أو لا تريد هذه الدول أن بالفعل إيران تعقد الأمر في المفاوضات، ويصبح الموقف الروسي والصيني لدعم إيران في المفاوضات الحالية والمستقبلية يكون ضعيف جدا. لذلك روسيا والصين أيضا هما لا يريدان أن تقوم إيران بتطوير هذه الأجهزة أو وضع هنالك سلاسل أكثر من هذه الأجهزة. ضيفي من لندن أستاذ وجدان عبد الرحمن، قيادي في حزب التضامن الديمقراطي الهوازي، شكرا لك على هذا التوضيح.